بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، مستمعو ومتابعو ومشاهدو قناة حلب اليوم، نرحب بكم من جديد وما نزال معكم في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، سلسلة فكر وثورة. حديثنا اليوم عن قضية هامة وخطيرة، هي قضية الطائفية والموقف من الطائفة. وللأسف نتهم بأننا طائفيون، ونتهم بأننا نريد أن نستأصل الطائفة النصيرية التي اعتمد عليها هذا النظام المجرم في سوريا في حربه لهذا الشعب الذي طلب الحرية والكرامة وطلب أن يحكم بشرع الله تعالى. طبعا لست هنا في صدد بيان الموقف العقدي، هذا أمر فرغ منه علماؤنا وبيّنوا أن كل من تبنى عقيدة مكفرة فهو كافر، هذا أمر مفروغ منه وليس الحديث هنا عن هذا. لست أيضا في معرض أو صدد بيان الموقف السياسي، إن كان هناك موقف سياسي تمليه الظروف أو الأحداث القادمة أو مبادرات أو اتفاقات أو مفاوضات، لست أتكلم عن هذا، إنما أتكلم عن الموقف الفقهي وما يمكن أن يبنى عليه من موقف عملي في التعامل مع الطائفة النصيرية في سوريا. إخواننا، يؤسفنا أن نتكلم بمنطق طائفي ولكننا وضعنا في موضع الاتهام، وبالتالي لا بد من البيان. نقول ابتداء إن الذي زج بالطائفة النصيرية في هذه الحرب أو في هذه المعركة التي شنت على الشعب السوري هو النظام المجرم، هذا النظام الذي شن هذه الحرب على هذا الشعب هو الذي وظف هذه الطائفة. ونقول أيضا في الجملة إن هذه الطائفة وللأسف رضيت بهذا الدور، رضيت الطائفة في الجملة بهذا الدور، بدليل أن غالب الضباط في الجيش أو الأجهزة الأمنية هم من هذه الطائفة، أن غالب الشبيحة والمجرمين هم من هذه الطائفة. نعم، نحن لا ننكر أن هناك أفراد يعارضون، لكن هؤلاء الأفراد يبدو أنهم لم يحركوا ساكنا أو لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لإيقاف جريمة هذا النظام أو لتحييد هذه الطائفة وإخراجها من دائرة الصراع. وفي المقابل عندنا طوائف أخرى لم تشارك بهذه الجريمة. نحن نقبل من الطائفة أن تقف على الحياد على الأقل في هذه المعركة، لكن أن تكون أداة للنظام في هذه الجريمة فهذا أمر غير مقبول. الذي حصل أن النظام حرص من الأيام الأولى، حرص على تجييش الطائفة وتحشيد الطائفة وتوظيف البعد الطائفي في هذا المعركة. وربما نجح النظام بأن يرسل أو يوصل رسالة مكذوبة مفتراة إلى طائفته أنها مستهدفة وأنها مهددة بالإبادة إن لم تقف مع النظام في حربه على جمهور أهل هذا البلد وهم السنة في الغالب. الذي حصل يا إخوة، ونريد أن نصل إلى توصيف دقيق لهذه المعركة التي نعيشها، أن البعد الطائفي قد وظف توظيفا سياسيا ووظف أيضا توظيفا عسكريا في مؤامرة أكبر وأخطر من مجرد يعني حرب شنت على شعب ثار في ثورة على نظام ظالم مجرم. لتوضيح ذلك أقول يا إخوة، ينبغي أن نلقي نظرة على البعد التاريخي، وربما أشرنا إلى ذلك من قبل وعرفنا أن الصليبيين ما جاءوا إلى بلاد المسلمين إلا في ظل وجود دولة طائفية باطنية هي الدولة الفاطمية، التي امتد سلطانها في مرحلة من المراحل من المغرب العربي إلى مصر، إلى أجزاء من بلاد الشام، إلى أجزاء من الحجاز. وعندما جاء الصليبيون واحتلوا أجزاء من بلاد المسلمين واحتلوا بيت المقدس، كانت الدولة الفاطمية قائمة، ولم تقف الدولة الفاطمية في وجه الغزاة الصليبيين إلا عندما شعرت أن نفوذها بات مهددا من قبل الصليبيين. إذن حصل الصدام دفاعا عن النفوذ وليس دفاعا عن بلاد المسلمين ومقدسات المسلمين. صح،
في المقابل كانت تعيش الأمة فرقة وتمزقا وتخلفا وجهلا وضعفا. التجربة الثانية في أيام التتار، ما جاء التتار إلى بلاد المسلمين، ما وصلوا إلى دار الخلافة بغداد، ما أسقطوا الخلافة إلا بعون من هؤلاء الرافضة الذين حقدوا على هذه الدولة وتعاونوا مع الغزاة لإسقاط هذه الدولة وهذه الخلافة. الذي يحصل الآن أيضا يا إخوة يتكرر، بمعنى أن أعداءنا درسوا هذا الدور الطائفي وأدركوا أنه يمكن أن يستفيدوا أو يوظفوا هذا البعد الطائفي لخدمة مشاريعهم. للأسف فإن هذه الطوائف لم تدرك بعد أنها تقف الموقف الخطأ، ولن تحقق في المستقبل مشروعا مستقلا لها، ولن تفشل مشروع الأمة الإسلامية. على كل، أنا أقول إن هذه الطوائف وظفت لدور في خدمة مخطط أو مشروع صليبي صهيوني عالمي ورضيت بهذا الدور، طبعا نقول في الجملة. فإذا أنا على قناعة الآن أن هذه الطائفة جزء من كل في هذه المؤامرة، أن هذه الطائفة أصبحت أداة بيد مشروع عالمي صليبي. ولا يغرنكم أن يقال إن هناك من يقف مع الشعب السوري، والله يا إخوة كلهم يتآمرون على هذا الشعب، لا يريدون لهذه الأمة أن تنهض، لا يريدون لهذه الأمة أن تتحرر. الله تعالى حذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله تعالى حذرنا من الركون إلى هؤلاء وهؤلاء. الله تعالى بيّن لنا أن هؤلاء الصليبيين وهؤلاء اليهود حلفاء وأولياء، وهذا واقع أخوانا. لا يمكن أن يضحي الغرب أخوانا بالمشروع الصهيوني لصالحنا. لماذا يضحي؟ وهو يدرك أن مصالحه بوجود هذه الدولة الغاصبة في أرض المسلمين ومقدسات المسلمين. بل إن أعداءنا هم الذين زرعوا هذه الأنظمة، إن أعداءنا هم الذين مكنوا لهذه الطوائف في بلاد المسلمين، فلن يتخلوا عنها. طالما أنها تحقق لهم مصالحهم، طالما أنها تحقق المشروع العالمي الصليبي الصهيوني الذي يحرص على تمزيق الأمة وتفريقها. فإذن أخواننا، أنا لا أنظر إلى الطائفة بمنظار مجتزأ أو مجرد، بل أنظر إليها الآن على أنها جزء من مشروع عالمي يتآمر على هذه الأمة، وأنها رضيت بهذا الدور أو رضيت في مجملها بهذا الدور، وعليها هي أن تبادر للخروج من هذا الدور القذر إذا كانت تريد أن تأمن على نفسها ومستقبلها، إذا كانت تريد لنفسها شيئا من التعايش في ظل إطار هذه الدولة الإسلامية القادمة إن شاء الله تعالى، أو غيرها من دول الإسلام والمسلمين. الآن أخوانا إذا أتينا إلى الموقف الفقهي، هذه الطوائف موجودة في بلاد المسلمين من مئات السنين، وقد تعامل معها علماؤنا كما تعاملوا مع غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى، وعندنا قواعد في هذا. أول شيء، لا إكراه في الدين، نحن لا نكره الناس على تغيير دينهم أو الدخول في الإسلام. أيضا في المقابل، التعامل مع هؤلاء مبني على موقفهم هم، على حالهم هم، هل هم مسالمون أم أنهم معادون. والآيات قررت لنا مبادئ في هذا. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر كما هو معلوم أمر زائد فوق القسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية الثانية بعدها مباشرة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. فإذا في نوعين أخواننا، من كان مسالما يجوز أخواننا أن يكون بيننا وبينه تعايش، من كان معاديا هذا الذي يجب علينا أن نحذر منه وأن لا نواليه، والآيات في ذلك كما قلنا واضحة. الله تعالى أمرنا بقتال من قاتلنا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الآن أخواننا، معركتنا مع هذا النظام المجرم ومن وقف معه من هذه الطائفة هي دفع عدوان، دفع صائل، سواء كان هذا الصائل فرد أو أفراد أو نظام. هي معركة أمام حاكم ظالم وله أعوان كثر، وقد يكون أعوانه من الطائفة النصيرية، وقد يكون أعوانه للأسف من أبناء السنة.
هي معركة مع عصابة كبيرة محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، عصابة مفسدة في الأرض تندرج تحت باب الحرامة. فإذا من عدة أبواب نحن نحارب هؤلاء أو نقاتل هؤلاء لعدوانهم وظلمهم وإفسادهم في الأرض. السؤال إخواننا، إذا سقط هذا النظام ونسأل الله تعالى أن يعجل بسقوطه، ما هو الموقف من هذه الطائفة؟ وهل نعمم الحكم في هذا على هذه الطائفة كمن يقول يجب إبادتهم أو استئصالهم؟ لا يا إخوة، هذا ليس حكما شرعيا صحيحا ولا حتى حكما منطقيا. الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب ما هو الجواب أو ما هو الموقف من هؤلاء؟ أنا أفرق إخوانا بين الموقف الآن في ظل استمرار هذه المعركة وبين الموقف بعد سقوط النظام. الآن الموقف في ظل استمرار المعركة، من حقنا أن ندفع عن أنفسنا، أن نرد العدوان عن أنفسنا. إذا جاءنا قصف أو عدوان من قراهم من حقنا أن نرد على المثل. المواقع العسكرية التي يتحصن فيها جنود النظام وأعوان النظام وشبيحة النظام، من حقنا أن نقاتل هؤلاء بغض النظر من وجد في تلك المواقع. لكن إذا سقط النظام نحن لا نعمم في العقاب، وإنما نعاقب المعتدي أيا كان، سواء كان من هذه الطائفة أو كان حتى من أبناء السنة. طبعا ولا نقول بالعقاب العشوائي، وإنما ينبغي أن يكون هناك جهات تحاكم هؤلاء لتثبت الجريمة على من أجرم أو أساء أو تعدى أو ظلم. الدليل على ذلك يا إخوة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. بنو قريظة كانوا جزء من الدولة الإسلامية في المدينة، أو مواطنون في الدولة الإسلامية، ورأسها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غدروا كان لابد أن يعاقبوا. من الذي عوقب؟ من الذي قتل؟ حكم سعد رضي الله عنه بحكم الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم. طبعا الآن ما في سبي، وهذا أمر آخر ربما نعود لتوضيحه في موضوع الفتاوى. لكن إخواننا قتل مقاتلتهم، من هم المقاتلة؟ وكيف اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مقاتل وهذا غير مقاتل؟ وبالتالي من الذي قتل ومن الذي لم يقتل؟ بالرجوع إلى مجموع الروايات يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل رجل بالغ قادر على القتال كان موجودا في الحصن عند الغدر اعتبره شريكا في الغدر فقتله. فلم يقتل الصبيان، ولم يقتل النساء، ولم يقتل العجز أو الكبار أو من لا يستطيع حمل السلاح. أيضا هناك أجزاء أو أصناف أخرى كانوا خارج الحصن في وقت الغدر، مزارعون أو عمال أو تجار أو رعاة أو أيا كان خارج الحصن. تشير بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. طيب لماذا؟ قال لم يعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم شركاء في الغدر، فلذلك لم يقتله. إذن من اعتبر شريكا في الغدر هو شريك في العدوان، وهذه خيانة عظمى أخواننا للدولة من داخل الدولة، فاستحق أولئك أن يعاقبوا وكانت عقوبتهم القتل. فإذن إخواننا نحن لا نعمم في الانتقام ولا في العقاب، بل لا يجوز بحال من الأحوال قصد الأطفال أو العجزة أو حتى النساء، طبعا نقصد النساء غير المقاتلات، وإنما إن كان من باب الرد بالمثل القصف، يعني نرد على موضع القصف فقتل منهم تبعا لا قصدا، هذا أمر آخر. لكن هم الآن يفعلون ويعني يرتكبون مجازر وجرائم هذه لا نقابلها بالمثل إخواننا. لا يجوز لنا أن نقتل صبيانه ولا العجز الكبار ممن لم يثبت أنهم أعانوا على جريمة، ولا النساء غير المقاتلات، امرأة لم تشارك بقتال، لم تشارك بمعلومة تؤدي إلى قتال، هذه لا تحاسب والأصل فيها البراءة. فإننا أخواننا خلاصة الكلام أن هؤلاء يعاقب منهم من أجرم وأساء، من لم يثبت عليه شيء من ذلك يبقى كجزء من مواطني هذه الدولة. طبعا يتوضع حول هذا تفاصيل أخرى كثيرة ربما نعود لها إن شاء الله في برامج أخرى. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.